الملعب التونسي كان يبحث فيه الفريق المحلي على انتصار غاب عليه منذ 5 جولات والبقلاوي لتأكيد الصحوة بعد فوز الجولة الفارطة. تغييرات بالجملة من الجانبين، العكروت والسليتي منذ البداية والبنزرتي عور على الثنائي التيفي وحسين جابر. أول عملية كانت من جانب الضيوف، السلامي ينفذ المخالفة، الزكار في المتابعة وكورتو في يد المثلوثي. زملاء الفالحي يردوا بسرعة، الأسعد الجزيري وجه لوجه مع سيف الدين المحوشي، كورتو تصطدم بالعارضة وتضيع معها فرصة افتتاح النتيجة. 7 دقائق لعب، مخالفة للنجم على الجهة اليمنى تتنفذ، فخر الدين بالي يلمس الكرة بيده، الحكم فؤاد البحري بدون تردد يعلن ضربة جزاء، التيفي في التنفيذ والبقية 1-0 للمحليين. بعد الهدف الملعب التونسي عول على خبرة السلامي في الهجمات المعاكسة، الكرة توصل للعكروت في مناطق 18 يسوب وحمزة جبنوني يتدخل. نتابعوا العملية، الشادلي بلقطة فنية اللي جبنوني يوزع الكرة تتجاوز التيفي، الجزيري على مارتيني يضيع فرصة الهدف الثاني لينتهي على إثر الشوط الأول بأسبقية المحليين 1-0. خالد بن ساسي يقحم كل من بن عمار ومروان تاج مكان السليتي والشعباني مع بداية الفترة الثانية، وفي أول عملية محمد بن عمار يتوغل في دفاع النجم يسوب والبلبولي في الموعد. منقولو مكان جبرون باللكح يصبح ظهير أيمن، وفي أول كورة لمهاجم النجم يعمل كل شيء بلمسة فنية خرج التيفي مع حارس البقلاوة وهذا الأخير بامتياز يتصدى. فرانكوم مكان أمين التيفي والنجم يستوفي كل التغييرات، ضغط أبناء فوزي البنزرتي يتواصل، الأسعد الجزيري يفرد بالحارس سيف الدين المحويشي يسقط ومطالبة بضربة جزاء والحكم يواصل اللعب. 85 دقيقة من عمر المباراة، عادل الشادي يتعرض لإصابة يغادر على إثر الميدان والنجم يكمل المباراة منقوص من اللعب. دكتور كان تمنى على إصابة عادل الشادي الى امتيت ليزيون مسكولير ابارمون، ان شاء الله ما تكونش، ان شاء الله تكون معناها كما نقولوا احنا اون سامبل كونتراكتور، ان شاء الله معناها مي اون لو سورا ان شاء الله غدوه ان شاء الله. اخر فرصه للقاء للشهودي، كورتو دون خطوره على مرمى الملعب التونسي، بعدها اعلن فؤاد البحري نهايه المباراه بانتصار هام للنجم الريدي الساحلي. في المقابل